لك للاحتفاء بيوم التأسيس غدا وسط سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي ترسخ الهوية الوطنية وتذكر مراحل تأسيس الدولة. لمزيد من التفاصيل معنا مباشرة من جدة مراسلنا عبدالله الغامدي. عبدالله أهلا وسهلا بك معنا. كيف تستعد محافظة جدة للاحتفاء والاحتفال بيوم التأسيس غدا؟ الله يمسيك بالخير حسن ويمسي مشاهدي الإخبارية ومتابعي إذاعة الإخبارية. الحقيقة جدة كغيرها من مدن المملكة تسعى وتعمل جاهدة للاحتفاء بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. أمانة جدة خصصت أماكن معينة ومنها على سبيل المثال أبرق الرغامة هو المركز الحضاري لمحافظة جدة، سيكون به العديد من الفعاليات. أيضا قامت بتزيين الشوارع وتزيين ما يعرف بالمعالم المحددة التي تمثل جدة مثل ميدان الكرة الأرضية، ميدان النورس وغيرها. أيضا سيكون هناك فعالية أخرى في واجهة جدة البحرية تتمثل في سباق للدراجات ومسيرات رياضية لمختلف الأعمار. أيضا نحن هنا ودي زميلي المصور يأخذ لنا الصورة على هذا المكان الجميل الذي تعمل هيئة الترفيه على قدم وساق لتجهيزه خلال هذا اليوم ليكون بإذن الله تعالى جاهزا بدءا من صباح الغد، يمكن للجميع زيارته والدخول إلى هذا المكان والتعرف على أبرز المعالم التي تم تشييدها سواء فيما يمثل المملكة في الماضي أو ما يمثل المملكة في الحاضر. أيضا سيكون هناك عروض ليزر موزعة على مختلف أجزاء محافظة جدة، كذلك سيتم توقيت في المساء تحديد ألعاب نارية لتنير سماء جدة. أيضا هناك فعاليات رياضية أخرى سيتم تنفيذها من خلال الصالات الرياضية الخاصة بملعب الجوهرة. نعم حسن. طيب يعني فيما يخص كذلك الناس وذهبهم إلى التسوق وشراء الملابس التراثية وكذلك ما ربما يساعدهم في الاحتفال بالشكل الذي يليق بيوم التأسيس، كيف رصدت هذه العملية؟ الحقيقة المراكز التجارية جميعها جهزت كافة الاحتياجات سواء فيما يتعلق بالعقال المقصب وهو يشهد إقبال كبير، أيضا الملابس القديمة التي كانت تستخدم في الدولة السعودية الأولى وأيضا من خلال العرضة الشعبية للمملكة العربية السعودية شهدت إقبال كبير، إضافة إلى تزيين الأماكن بالنسبة للأطفال وطلاب المدارس. عبدالله الغامدي مراسلنا من جدة، شكرا جزيلا لك.